انا بشكركم، بتمنى لكم كل توفيق، لانه يعني احنا بنولي اهتمام للحوار، عندنا امل كبير انه يفتح المجال السياسي، يزود مساحه حريه الراي، يزود مساحه ان احنا نتكلم في القضايا الاقتصاديه، في القضايا الاجتماعيه، في الاصلاح السياسي اللي انا في رايي ان هو الاهم في المرحله المقبله، ان هو ده اللي بيضع البيئه الخصبه او التربه الخصبه عشان نقدر ان احنا نبني عليها اقتصاد، ونبني عليها وضع اجتماعي، ونبني عليها اهتمام بكل الفئات. فيعني ده حوار في وقت مهم، مصر عندها تحديات مهمة، فالتحديات احنا مستمرين في مواجهتها، وعلى الجانب الاخر احنا بنسمع الحوار، وانا ما عنديش مشكلة على فكرة انه يبقى مكلمة خالص، انا بالعكس الحوار احنا بقالنا كتير ما سمعناش اراء مختلفة، فاتمنى ان احنا نسمع دايما اراء مختلفة، ونسمع يعني كلام كتير، مش كل الناس عندها تفاصيل ومعلومات، وعلى فكرة من دور الناس حتى في المعارضة إنها تطرح أسئلة، وإنها تطرح تساؤلات، وإنها تسمع. السلطة فقط هي من تملك كامل المعلومات، والجوانب الأخرى لا تملك جانب المعلومات، فهنا بيحصل يعني بين الجانبين حوار، وده مهم جدا.